يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في آخر درس أعطيناكم مسائل. المسألة الأولى مات عن أو هلك، هلك يعني مات، هلك عن بنت وابن واخت شقيق، يعني ترك الواحد مات وترك بنتا وابنا واختا شقيق. على الطريقه المعهوده هنعمل جدول كما اتفقنا، هنقوم بعمل جدول. والتصطيف هكذا وبالعدد. هنا ترك بنت وابن وأخت شقيق. طيب، احنا اتفقنا ان احنا كل واحد ينظر معه الشروط، بنت وابن وأخت شقيق. البنت والابن هنا لما يكون بنته معنا ذكر يا انثى، يبقى هم عبارة عن ايه؟ عصبة. عصبة بكتب بجواره عين. عين ده لذكر مثل حظ الأنثيين. طب والأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة محجوبة. ليه؟ محجوبة لوجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة أصلا في الأصل أنها ترث النصف بشروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث. هنا في فرع وارث ولا لا؟ يبقى دي محجوبة، أكتب قدامها ميم. يبقى مسألة من كام؟ مسألة من ثلاثة، البنت واحد والذكر اثنين، وهنا واكتب هنا محجوبة لإيه؟ أكتب لوجود الفرع الوارث. فهمنا المسألة؟ يبقى التركة هتقسم هكذا: البنت هتاخد يعني ثلث التركة، والولد هياخذ ثلثي التركة. يعني لما نحسب القسمة يبقى هقول البنت تاخذ ايه؟ الثلث في ايه؟ في التركة. والولد الابن هياخذ الثلثين في التركة. يبقى دي المسألة الأولى. نعم، اتفضل. ثانية، شيخ أحمد، حد بس يمسح ورايا بسرعة. اتفضل. خد ده فين؟ دي بشو؟ خد امسح ليش؟ الله يخليك. طيب مليم اتفضل اجلس يا شيخ احمد. مليم مات عن زوج واخت الاب وعم. زوج واخت الاب وعم. تمام؟ نفس الطريقه الجدول كما تعلمنا: الزوج أخت الأب عم. تمام؟ طيب، الزوجة هنا الزوجة نصيبه بين النصف وبين الربع. يبقى الزوجة هياخد هنا إيه؟ النصف. لماذا أكتب كده بجواره هنا؟ لعدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث اللي هو إيه؟ اللي هو ابن اللي الزوجة، سواء من هذا الزوج أو من غيره. يبقى الزوجة هياخد النصف، الأخت الأب هتاخذ النصف. لماذا؟ لأربعة شروط. أكتب كده: لعدم الفرع الوارث، لازم الشروط تتكتب. ثاني، عدم الأصل الوارث. عدم الأصل الوارث اللي هو من؟ الأب. ثالث، عدم
عدم المشارك يعني ملهاش اخت كمان، لان لو لا اخت كمان يبقى ياخذ ناقص ثلثين. عدم المشارك والرابع عدم معصر. عدم معصر بمعنى معناه عدم وجود اخ معها كمان، لو لان لو معها اخ الاب يبقى اخ الاب يعني يعصبها. عدم المعصر. العم هنا عصب ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحق الفوائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني الأقرب رجل ذكر وهو العم. يبقى المسألة من كم عندي؟ من اثنين، واحد للزوج وواحد أخطب، والعم له ايه؟ لم يتبقى له شيء، لا حرج. واكتب هنا كده لأولى رجل ايه؟ ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتبقى له شيء، ما عندناش حرج. لأن العصبات بتأخذ حقها بعد أصحاب الفروض. إذا لم يتبقى لها شيء يبقى لسه فيها حرج. الأصل عندنا أصحاب إيه؟ أصحاب الفروض. فما بقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أرحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر لم يتبقى له شيء، يبقى خلاص. يبقى مسألة من اثنين، يبقى الزوج ياخد نصف التركة والأخت الأب تاخد نصف. يعني هو ده المقام، الرقم ده المقام، الرقم ده المقام. طيب مسألة ثالثة، اتفضل. متى تعمل بنت؟ سريع كده عشان نخلص، اتفضل. بنت وبنت ابن واخ شقيق. مات عم؟ ماتت ولا ماتت؟ ماتت؟ ماتت عم؟ بنت. ماتت عن؟ ها؟ بنت وبنت ابن. وبنت ابن؟ واخ شقيق. واخ شقيق، تمام؟ نفس الجدول. مات عن بنت وبنت ابن؟ واخ شقيق. واخ شقيق. طيب البنت البنت يعني فرضها كم؟ نصف. البنت فرضها نصف، لماذا؟ عدم المعصب وعدم مشارك. طيب بنت الاب هتاخذ السدس، لماذا؟ لتكمله الثلثين. لتكمله الثلثين. ليه بقى؟ احنا عندنا لتكمله الثلثين، لان احنا عندنا ان نصيب الاناث هي ثلثان، وعندنا بنت خدت النصف، يبقى في باقي من الثلثين اللي هو نصيب الاناث سدس تاخذه بنت الاب. والاخ الشقيق حصل. اخ الشقيق هنا هياخد ايه؟ عصبة؟ هيعصب. بس تمام؟ فالمسألة من هنا عندنا من كام؟ ستة. من ستة؟ ثلاثة؟ اثنين؟ واحد؟ لواحد. واحد. ثلاثة سدس واحد. صفر. واحد اثنين. فهمنا المسألة ده أولى رجل ذكر. فهمنا؟ طيب مسألة اللي بعدها. سامس على طول. زوجة واخت شقيقة. انت مشغول معانا بالليل. خليك انت وشيخ احمد ولا عشان تهلت. ماشي. مات عن؟ خليك زوجة. اجلس. زوجة واخت شقيقة وعم. مات عن زوجة واخت شقيقة وعم. وعم. طيب بهذا الترتيب، زوجة اخت شقيقة عم. الزوجة لها كم؟ ربع. لماذا؟ اكتب كده لعدم الفرع الوارث. اخت شقيقة لها النصف للشروط الاربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث، عدم المعصب، عدم مشابه، عدم مشابه. الباقي عصب عين. المسألة من كم؟ واحد المقبض نصف وربع، المسألة من أربعة. يبقى واحد اثنين واحد. أولى رجل ذكر. تمام؟ ماتت عن زوج. ماتت عن زوج وبنت واخ الاب. زوج وبنت واخ الاب. الجدول زوج بنت
اخ الاب. طبعا البنت دي سواء كان بنت الزوج او بنت الزوجه ما لناش علاقه، هي كل الحكم واحد. الزوج الاخ هياخد هنا ايه؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت بدها تاخذ النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك، عدم مشارك ان معاش بنت تاني اختها. ويا الاخ الاب عصبة عين. المسألة من كم؟ أربعة. واحد اثنين واحد. أولى رجل ذكر. فضل مات عن زوجة وبنت ابن زوجة وبنت ابن وابن ابن وابن ابن معي؟ طيب مسألة سهلة. ايه؟ مفيش فيها صعوبة ولا في صعوبة عندنا الآن؟ زوجة وبنت ابن وابن ابن. الزوجة لها كم؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع. الفرع الوارث اللي هو ايه؟ اللي هو الابن او الابن وانت نازل، ابن الابن بنت الابن هكذا. يبقى الزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث وبنت الابن مع ابن الابن عصبة عين. يبقى المسألة من كم؟ من 8. يبقى هنا واحد وهنا كم؟ 7. عشان احل المسألة دي يبقى هنا عندي واحد واثنين كم؟ مش دي واحد؟ نعم. البنت ما هو لا ذاكر بس لحظة لو نسي يبقى من 3 او كاتب هنا 3. وعامل ايه بقى؟ واخد خانة تانية كده جنبها وضرب كله في 3. 3 في يعني 8 24. يبقى الزوجة لها كام؟ 3. والباقي كام؟ باقي ال 24 21 7 و 14. فهمت المسألة؟ ولما اجيب الأنصبة يبقى الزوجة هتاخد 3 على يبقى الزوجة تاخد 3 على 24 اللي هي ايه؟ ثمن التركة. وبنت الابن هتاخد 7 على 24 من التركة. وابن الابن ياخد 14 على 24 من التركة. نعم اتفضل. الشيخ تاني معلش. سهلة. احنا عندنا زوجة وبنت احنا لسه داخلين على مسألة يعني 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 اشد من كده. زوجة وبنت ابن وابن احنا الزوجة هنا ادينا الثمن ليه؟ الزوجة لما يكون عندك زوجة أو زوجة الزوجة بين الربع وبين الثمن. طالما في فرع وارث بنت ابن وابن ابن يبقى المسألة يبقى الزوجة هتاخد الثمن. خلاص انتهت. وابن درجة واحدة يبقى الذكر مثل حظ الأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى عصبة. يبقى مسألة من 8 واحد وسبعة. عشان أحل المسألة دي عشان يعني أطلع كرسي كل واحد بقول أنا عندي الابن ابن الابن ضعف البنت. يبقى لو ده واحد يبقى ده كام؟ يبقى المسألة فيها كام؟ 3. عشان واحد عشان أدي أرقام صحيحة فبطلع 3 عشان دي واحد واثنين 3 أهو 3 في 8 طب وضع كل واحد في نفس الرقم ده 3 في 1 ب 3 و 3 في 7 ب 21 وزعتهم 7 و 14. فهمناها؟ اتفضل. ماتت عن زوج. ماتت عن زوج واخت الاب. اخت الاب يعني ايه؟ يعني اخت لأبيها ليست شقيقة. ها؟ وابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق. مسألة أيضا إيه؟ سريعة جدا. من 3. الزوج كام؟ الزوج وأخت الأب وابن أخ شقيق. طيب الفرع عندنا الزوج له كام؟ له نصف. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. وأخت الأب لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الاصل وعدم الفرع وعدم الاصل. عدم الفرع اللي هو عدم الابناء وعدم الاصل اللي هو عدم الاباء. وابن الاخ الشقيق اولى راجل ذكر يبقى عين. يبقى مساله من كام؟ 2 1 ليس له شيء. فهمنا المساله؟ اتفضل. مات عن زوجتين وبنت وابن عم. مات عن زوجتين زوجه 2. شوف انا بكتب كده بكتب زوجة 2 ها وبنت ابن وبنت ابن وعم وبنت ابن وعم
طيب انت هجيلك مسائل في الامتحانات. زوجة زوجة ايه؟ اتنين يعني يا زوجتين وابن وبنت ابن بنت ابن وبنت ابن وعم وعم. طيب الزوجة زوجة زوجتين او ثلاثة لوجود الفرع الوارث تاخد ايه؟ كل ده ياخد الثمن. ماليش علاقة بنا يعني عددهم كام؟ تزوج اتنين ثلاثة كلهم نصيبهم في الثمن لوجود ايه؟ لوجود الفرع الوارث. بنت ابن هتاخد النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم وجود الفرع على وجود الفرع الاعلى اللي هو البنت. نعم. والعم عصبة عين اولى رجل ذكر. يبقى مثلا من كم؟ من 8 لان هو الكبير وضعف دي 8. يبقى الزوجة هنا تاخد ايه؟ 1 4 وبنت الابن 4 باقي كام هنا؟ 3 واكتب هنا اولى رجل ذكر. وهنا طبعا الشروط اللي انتوا عارفينها. الزوجتين بقى هنا لو انا عايز صح المساله يبقى اعمل ايه؟ حضر المساله كلها في 2 يبقى ده 16 وده 2 وده كام؟ 8 وده كام؟ 6 6 بس هخلي المقام كله ايه؟ 16 عشان اطلع ارقام صحيحه. الكلام ده كنتوا خدتوه انتوا في 5 ابتدائي في 3 ابتدائي 4 ابتدائي اللي هو توحيد المقامات. اتفضل. مات عن اربع زوجات. مات عن اربع زوجات هي المسائل دي بتعلمك ان مهما كثر عدد الزوجات هم لهم نصيب واحد. مات عن اربع زوجات. واخت شقيقه. اخت شقيقه واخ الاب. طيب الزوجة هنا ايه؟ بكتب زوجة كده وقول اربعة لان عارفة انهم اربع زوجات. اخت شقيقة اخ الاب. الزوجة تاخد كام؟ الربع. الربع لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. لعدم الفرع الوارث. الاخت الشقيقة تاخد كام؟ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع عدم الاصل عدم المعصب اللي هو اخ شقيق وعدم المشارك. اوعى تقول الاخ الاب يعصب الاخت الشقيق. لا مش في درجتها. وبعد والباقي اقول ايه؟ عصب عين. يبقى المساله من كام؟ من 4. ليه 16 دي؟ عشان هي الاربعه زوجات. اه مش مشكله. بعد كده صححها. المساله من 4 يبقى هنا 1 وهنا 1 وهنا 2 وهنا كام؟ هنا 1. اولى رجل ذكر. لما بصحح المساله اعمل ايه؟ اضرب في 4. اضرب كله في 4. 4 في 4 في 16 يبقى ده 4 8 4. مات عن ثلاث بنات. وبنت ابن. وبنت ابن واخ شقيق. وبنت ابن واخ شقيق. مات عن ثلاث بنات وبنت ابن واخ شقيق. يبقى بنت هنا 3 وبنت ابن واخي شقيق. طيب البنت يعني ثلاث بنات. احنا عندنا الجمع بالنسبه للمواريث يبدا من كم؟ 2. يبقى ثلاث بنات هياخدوا كم؟ الثلثين. ليه؟ هكتب الثلثين ليه وليه؟ لوجود المشارك. نعم. وعدم ايه؟ وعدم المعصب. طيب بنت ابنها تاخد ايه؟ مش هتاخد حاجة عشان لوجود الفرع الأقرب. في بنت وفي بنت ابن. فالبنت هنا ثلاثة فأخذوا نصيب الإناث كلهم. يبقى بنت الابن ليس لها شيء. يبقى هكتب جنبها كده مين؟ ملهاش حاجة. محبوبة. محبوبة إيه؟ بالبنت. بالبنات. والأخ الشقيق عين عصبة. يبقى مسألة من كام؟ من 3 2 وهنا لا مفيش حاجة وهنا في 1. نعم. أصح المسألة ثلاث بنات يبقى ضعف في كام؟ في 3. يبقى ده 9 وده كام؟ 6 وده مفيش وهذا 3 3. صحنا صحنا مسألة ولا لا؟ صحنا. فاضل 3 مسائل في أصحاب الثلثين وأصحاب الثلث فاضل 6 مسائل. طيب خلاص ماشي كمل لي. مات عن 4 أخوات شقيقات. يعني أهو أنت الإخوة اللي ما حلوش ده ما يستفيدوا شيء. خلاص الإخوة اللي حلوا الحمد لله استفادوا. حلوا
وبيرجعوا الحل دلوقتي. اتفضل. مات عن اربع اخوات شقيقات. اربع اخوات اخت شقيقه. اربع اخوات شقيقات تاني. وزوجه. وزوجه. واخ الاب. واخ الاب. يبقى اخت شقيقه كام؟ اربعه. بحل مساله هكذا. وزوجه. واخ الاب. واخ الاب. اربع اخوات شقيقات يبقى نصيب الاناث كام لهم؟ لهم الثلثان. لماذا؟ هكتب لعدم المعصب لعدم المعصب وجود لوجود المشارك وعدم ايه؟ عدم المعصب اللي هو عدم وجود الاخ الشقيق. والزوجه لها كام؟ لها ربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والاخ الاب له عصبه حين لانه اولى رجل ذكر. المساله من كام؟ ثلاثة تلتين وربع. يبقى مسألة يبقى مقام من 12. التلتين لهم كام؟ أربعة يبقى 8. والزوجة لها كام؟ ثلاثة. والأخ الأب واحد. الباقي واحد. مسألة من كام؟ من 12. أصح المسألة هي كده متصححة. اتفضل. مات عن بنت. مات عن بنت. وبنتي ابن. بنت وبنتي ابن. نعم. يعني بنتي ابن. ها؟ وعم. وعم. تمام. شوف هنا مات عن بنت اهي. بنت وبنتي ابن. يبقى بنت ابن ايه؟ اثنين. اثنين وعم. البنت كام؟ نصف. لماذا؟ اقول اسال نفسي لماذا؟ لعدم المعصب وعدم وعدم المشارك لايه؟ عدم بنت اخرى. بنت ابن اثنين هتاخد كام؟ هياخد السدس تكمله للثلثين. يبقى دول اللي هم السدس البنتين دول مع اللي هم بنت ابن اثنين دول ياخدوا السدس عشان يكملوا ايه؟ يكملوا الثلثين اللي هو نصيب الاناث. والعم عصب عين. المساله من كام؟ من سته. ثلاثه واحد اثنين. وصح المساله عشان اجيب البنات دول يبقى اضرب في كام؟ في اثنين. اتفضل. ماتت عن زوج وبنتين وبنتين واخ شقيق. الزوج ياخذ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. بنت اثنين بنتين يبقى ياخذوا الثلثين. لماذا؟ لوجود المشارك وعدم معصب. بنت ابن محجوبه. لماذا؟ لاستيعاب الثلثين. اخ شقيق عصب عين. مسألة من كام؟ 12. من 12. مسألة من كام هنا؟ 12. من 12؟ ما كانش فيه الخط مش مشكلة. في 12 عين يبقى مسألة على يبقى الأربعة على ثلاثة وهنا 8. وهنا محجوبة وهنا كام؟ واحد. أولى رجل ذكر. أولى رجل إيه؟ ذكر اللي هو العصبة بالنفس. نعم. كم مسألة بقى هنا؟ ستة. طيب. زوجة. مات عن زوجة وبنت ابن. زوجة وبنت ابن. وابن بنت. وابن بنت. وبنت عم. وابن بنت. وبنت عم. وعم. وابن عم. وابن عم. مات عن ايه؟ زوجة. وبنت ابن. وابن بنت. وبنت عم. وابن عم. وابن عم. تمام؟ الزوجة وجود الفرع الوارث يبقى لها كام؟ لها ثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. بنت ابن. نصف. بنت ابن ياخد ايه؟ تاخد النصف. هي من الحال النصف. لماذا؟ لعدم المشارك وعدم المعصب. ابن بنت. ابن بنت ده ادى للميت بانثى ملوش حاجه في الميراث محبوب لانه ادى للميت بانثى. الوحيد اللي بيتلي الوحيد الوارث الوحيد اللي بيتلي الميت بانثى ويرث اولاد الام الاخوه الام فقط. لكن اي واحد يدلي للميت بانثى خلاف اولاد الام ليس له شيء. بنت العم ليس لها شيء. ملهاش اي حاجه ايضا محبوبه.
لان دي من دي من من ذوي الارحام، وذوي الارحام بوارثهم لما يكون عندما لا يكون عندي اصحاب فروض، لكن لما يكون عندي اصحاب فروض يبقى ما لهمش حاجه. ابن عم عصبه عين ليه الحق الفرع ده بقى ليه فما بقى، فدي اول رجل ذكر اللي هو ابن العم ده. كان في ناس كتير كانت ناس كتير في المسجد عصبه ازاي بنت العم ملهاش اصلا حاجه، بنت العم ليس لها شيء، دي من دي من ذوي الارحام، وابن البنت كذلك من يعني من ذوي الارحام ملوش ادنى للميت يعني انثى لا يرث. بنت الابن ترث لانها تدل للميت بايه؟ بذكر بذكر. اما ابن البنت لا ليس له شيء. المساله من كم؟ من 8. الزوجه لها واحد، بنت الابن لها 4. 4 الباقي ايه؟ 3. لعل بعضكم بحب عمل ايه؟ بنت عم وابن عم راح معصب اللي ذاكر المستحاضه ده ما ينفعش. يا بنت العم اصلا ما لهاش اي حاجه عندنا. ابن العم عشان هو اقرب رجل ذكر بعد اصحاب الفرائض، لكن البنت ما لها دي ليس لها شيء. اتفضل. زوج مات، ماتت عن زوج وام وام واخت الام واخت الام وعمه وعمه وابن خال وابن خالة خال وابن خال ابن خال. بس احنا هنسمين اذان عشان التكبير ما تفوتناش. اول حد اسمع بس اسم اسمه تجيه ولا جدول بتاعنا جدول معروف. زوج وهنا ايه؟ ام ام واخت اخت الام وعمه وابن ايه؟ ابن خال وابن خال. الزوج له كم؟ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الفرع الوارث. الام لها الثلث. ليه؟ مفيش اخوات. لان عدم الفرع الوارث وعدم الجمع بين الاخوه. عشان كده الام اخذت ايه؟ اخذت اعلى انصبتها وهو الثلث. الاخت الام لها كم؟ لها السدس لانها مفاضه. اكتب هنا ايه؟ لعدم المشارك، لان لو لها مشارك هتاخد كام؟ ثلث. طب والعمه؟ ليس لها شيء. وابن الخال؟ ليس لها شيء. المساله من كام؟ ده ابن خال ده واحد ده من يمن ذوي الارحام. والعمه ملهاش من لا ليست من لا هي فروض ولا عصبات. يبقى مساله من 6 3 2 1. هؤلاء ليس لهم شيء. هنا لو معاها عم لا بدل من الخال ما يعصبهاش ولا لا مفيش مين؟ لو بدل من الخال ده عمي هيعصبهاش ولا يعصبها؟ يعصب طبعا. يعصب بس انت ما بتعملش حاجه هي مش موجوده. هي ثابت ابن خال. ابن خال ملوش حاجه. لا ما بتعملش حاجه. لو عم وابن عم. لو عم وعم. العم ملهاش حاجه. العم هو يعني هو اللي عصب لوحده. العم ليس لها شيء. العم ليس لها شيء. لا هي من فروض ولا عصبات. العمة يعني هي من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام بورثهم لما يكون عندي لما يختفي أصحاب الفروض والعصبات فأبدأ ورث ذوي الأرحام. مات عن بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ شقيق وابن أخ لأب المسألة عندي من كام؟ 4 هي. بنت وبنت اخ شقيق وابن اخ الاب. اخ الاب. البنت لها كام؟ النصف. لماذا؟ لعدم معصب وعدم مشارك. بنت ليس لها شيء لان ادلت الميت بايه؟ ادلت الميت يا انثى. بنت اخ شقيق ليس لها شيء ايضا. ملاش اي حاجه. ابن اخ الاب عصبه عين. ليه؟ الحق الفرائض باهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. المساله من كم؟ من 2. 1 ولا واحد. مات عن ام ماتت ولا مات؟ مات عن ام اللي هي ايه؟ جده. وأب لأم وابن أخت شقيقة
وابن اخ لام لام وابن اخت وابن اخ لام وابن اخ لام. طيب اهي مساله ايه؟ شوف عندك ايه متع ام ام اللي هي ايه؟ جدة. جدة. واب الايه؟ واب واب الام. وابن اخت شقيقة. وابن اخت شقيقة. وابن اخ الايه؟ لام. وابن اخ لام. جدة تاخد ايه؟ سدس. طب واب الام؟ ملوش حاجة. لانه قتل الميت بايه؟ بونس. وابن وابن اخت شقيقه ليس له شيء. وابن اخ الام ليس له شيء. ليه؟ يبقى المساله ايه؟ هو ده هي الجده دي هتاخد كل حاجه. هتاخد هتاخد السدس والباقي بقى يبقى المساله خلاص هنا السته دي بقت سته هنا وده ما فيش حاجه خالص. هي الجده هتاخد السدس فرضها وباقي وباقي المواريث لان ما فيش ما فيش عصابات معها. يبقى هرد عليها باقي يا باقي المواريث. اتفضل. ماتت عن عم وخال. ماتت عن عم وخال. وخال وعمه. وعمه واخ الام. واخ الام. اخت الام. اخت الام. ابن اخت الام. ابن اخت الام. طيب عم خال عمه اخ الام اخت الام ابن اخت الام ابن ابن اخت الام. العم هنا ايه؟ عبد الناصر زرخ عصب هديله ايه؟ ما اعرفش هتبقى له ايه؟ الخال خال محجوب والعمه محجوبه والاخ الام سدس والاخت الام سدس. ليه؟ لعدم الفرع لعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث. وابن اخت الام محبوب ملوش اي حاجه عندنا. يبقى المساله من كام؟ من سته. واحد وواحد يبقى هنا كام؟ اربعه. اربعه. كل ده ليس له شيء. لحظه بس تمام خلص؟ انت عارف سامح شويه. هو كلهم محبوبين. كلهم محبوبين ما عدا الاخ الام يعني الاخت الام سدس وسدس والباقي العم. اما العمه ليس لها شيء وكذلك ابن الاخ الام ليس له شيء. ما لا هو هو فقط يرث اخ الام والاخ الام يرث وحده لكن ابنه لا يرثون. الاب الام ما لهوش حاجه. لانه ادلى من بيت بونسه. طب ام الام. ام الام جده. ترث. ترث. ما جده النبي صلى الله عليه وسلم اعطى جده السدس. نعم. اخر مساله. اتفضل. اخر مساله. اتفضل. ابن اخ الاب مات عن ابن اخ ماتت عن ابن اخ الاب وبنت اخ الاب بنت اخ الاب وابن عم وابن عم وبنت عم وبنت عم وام ام 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 وام اب وام اب. ما تخضش من من يا كثرة الورثه. كل حاجه تمشي معاها بالترتيب. امشي بالترتيب خالص وبهدوء في حل المسائل هتلاقي نفسك فضل ده ماشي ما عندكش اي مشكله. مات عن ابن اخ الاب. والثاني وبنت اخ الاب. بنت اخ الاب. الثالث ابن عم. ابن عم. وبنت عم اقامه. بعد السنه ان شاء الله بنت عم. ام ام. ام ام. وام ام. وربع والثلث والسدس وكذلك الثلثين والثمن كل ده اخر ثمن جميعا. في عندنا مسالتان يعني عندنا مسالتان مستثنتان من هذه القاعده. وهي المسالتان الغراويتان وهما المسالتان الغراويتان او المسالتان العمريتان. يبقى عندنا هنا المسألتان الغراويتان أو اسم آخر المسألتان العمريتان.
أو المسألتان الغريمتان. الغريمتان. وهذه المسألة هي عبارة عن إيه؟ هو كل ده كل 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 هذه الأسماء لشيء واحد. هي عبارة عن إيه المسألتين دي؟ المسألة الأولى زوج وأم وأب. واحد مات عن ماتت عن زوج وأم وأب. تمام؟ والمسألة الثانية ماتت عن زوجة مات عن زوجة وأم وأب. هي دي المسألتان العمريتان. ليه اسمها المسألتان الغرويتان؟ لأن اشتهرت بين علماء الفرائض فصارت كالكوكب الأغر، فلذلك سموها المسألتان الغرويتان. وسميت بالمسألتين العمريتين لأن أول من قضى فيهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسميت بالمسألتين الغريمتين لأن الزوج والزوجة بيرثان على أي حال زي مثل الغريم الذي يأخذ دينه، الغريم اللي هو الدائن لابد أن يأخذ دينه. خلونا نحل هذه المسألة بالطريقة العادية، بالطريقة المعتادة. بالطريقة المعتادة نحلها. نحلها إيه؟ حل المسألة الأولى. أقول إيه؟ ماتت عن إيه؟ زوج وأم. كده نحل كده هل هلخبطكم عشان كده نعم صح. خلاص انتوا كتبتوا ده خلاص كده 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 كتبتوا. لو انا حليت المساله بالطريقه العاديه حلها تحت عشان مفيش لخبطه. انا مش هشوف كده اللي انا مش هشوف. خلاص امسح بقى ده خلاص كده مسحناها كده. ايوه مسحناها ده كده. جزاك الله خير. واكتب لي هنا بس فقط كده ايه زوج زوج وام زوج وام واب. وهنا ايه زوجة. زوجة وأم وأم. لو أنا جيت أحل المسألة بالطريقة المعتادة اللي أنا علمتها هكتب هنا زوج وأم وأب مش كده؟ تمام؟ الزوجة كم؟ كم الزوج؟ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث يبقى أعطيه نصف. طيب والأم؟ لا في فرع وارث ولا في اخوه يبقى لها كم؟ سدس. دي سدس. والباقي الاب عصبة يبقى مساله من كم؟ من سته. الزوج له ثلاثه والام اثنين والاب واحد. في هنا في عندك اشكاليه ولا لا؟ في اشكاليه. ايه الاشكاليه؟ الاشكاليه ان الاب والام دي درجه واحده الابوان. والقاعده في المواريث ومع ذلك القاعده في المواريث اذا اتحدت الجهه فللذكر مثل حظ الانثيين. طيب انا عندي هنا اب وعندي ام جهه واحده، لكن الحقيقه هنا مين اللي خد ضعف من؟ الام. الام اخذت ضعف الاب، وهذا خلاف القاعده العامه في المواريث. إذا 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 اتصل وارثان بالميت في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. لما يكون عندي بنت وابن يبقى البنت لها كام؟ النصف. والابن ياخد لو بنت وبنت لو بنت وابن يبقى يعصبها بس الذكر مثل حظ الأنثيين. عندي أخ شقيق وعندي أخت شقيقة درجة واحدة يبقى لازم الذكر ياخد إيه؟ لكن هنا في المسألة دي لو حليتها بالطريقه المعتاده الام والاب جهه واحده ومع ذلك الام اخذت ضعف الاب. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيها بقضاء اخر واتفق على قضاء عمر. ايه القضاء عمر بقى عشان يحل الاشكاليه دي؟ راح اعمل ايه؟ خلى كل شيء زي ما هو بس اعطى الام ايه؟ ثلث الباقي. والاب هيعصب. يبقى لو جيت احل المساله مره ثانيه اعطاها ثلث الباقي. طيب لما الزوج ياخد النصف مش كده؟ يبقى هنا ثلاثة. الباقي كام من ستة؟ ثلاثة. ثلث الباقي كام؟ واحد. يبقى الاب ياخد كام؟ حل المسألة عمر رضي الله تعالى عنه
حتى توافق القاعدة العامة للمواريث. الأم أخذت هنا إيه؟ تلت برضه. الأم هنا أخذت التلت بس الثلث الباقي مش وليس ثلث جميع المال، لأن لو أخذ الثلث جميع المال هتفضح هيصبح نصيب الأم ضعف ضعف نصيب الأب، وهذا خلاف القاعدة العامة في المواريث، إن إذا اتحدت الجهة فالذكر مثل حظ الأنثيين. فلذلك قضى فيها عمر رضي الله تعالى عنه، واشتهر قضاء عمر حتى صارت المسألة الغراوية أو المسألة العمرية أو الغريمتين، لأن الزوج والزوجة خدوا نصيبهم ما لهمش علاقة لا علاقة لهم بهذه القصة. لكن عمر قضى بثلث الباقي وأعطى الأب الباقي فهنا. وكذلك لو حلت المسألة الثانية أحلها إيه؟ مسألة ثانية على هذا القضاء وهكتب زوجة وأم وأب. الزوجة لها كم؟ لها ربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأم نفس الكلام، ثلث الباقي، والباقي هيخده بإيه؟ عصب الأب. يبقى المسألة من كم؟ من 12 عشان 4 و3 المقام المشترك بينهم 12، يبقى الزوجة لها كم؟ 3. وثلث الباقي كم؟ الباقي اللي هو إيه؟ لما نقص 3 من 12 يبقى كام؟ 9. يبقى ثلث الباقي كام؟ 3. والاب ياخد كام؟ 6. حليناها ولا لا؟ قضاها عمر. كذلك قضى عمر رضي الله تعالى عنه يعني المحدث الفقيه. طب وقد تقول قال هذا قول عمر اتفق عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم، لذلك اشتهرت هذه المساله بين مسالتين. بس الكلام ده ايه؟ الكلام ده في المواريث المحدده دي، زوج وام واب، وزوجه وام واب. فهمت المساله؟ فعمر رضي الله عنه حتى يحل القاعده، لان لو حلينا المساله بالطريقه المعتاده فالام هتاخد ضعف او اكثر من الاب او قريب من الاب في المساله الثانيه، وبالتالي هذا يخالف القاعده العامه في المواريث. فاعطى الام ثلث الباقي. طب اعطى الام ثلث الباقي مع ان الام هنا خدت ايه؟ 3 على 12 يعني ايه؟ ربع، مش كده؟ بس احنا ما قلناش ربع احتراما لكلام الله سبحانه وتعالى، لان يعني الله جل وعلا يقول يعني يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، ولابوي لكل واحد منهما ثلث ما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فعشان كده لذلك قلنا ثلث الباقي احتراما لكلام الله. ما قلناش ربع، مع انها هي خدت هنا ربع فعلا، بس لما ضافش اقول ربع، لان الله جل وعلا جعل نصيب الام بين السدس وبين الثلث. لذلك عمر رضي الله عنه قال ثلث الباقي. يبقى لماذا قال ثلث الباقي؟ احتراما لقول الله سبحانه وتعالى. قضى فيها لماذا قضى لماذا اعطاها ثلث الباقي؟ لان لو اعطاها المواريث بالطريقه المعتاده ستصبح الام ضعف الاب في المساله الاولى وقريبه من الاب في المساله الثانيه، وهذا يخالف القاعده العامه في المواريث. اذا اتحد وارثان في الجهه وكان احدهما ذكرا والثاني انثى فللذكر مثل حظ الانثيين. فلذلك عمر رضي الله عنه محافظه على هذه القاعده اعطى الام ثلث الباقي. طيب انا هعمل تغيير بسيط جدا. اعمل ايه؟ خلاص فهمت المساله دي؟ المساله دي تحل هكذا. يبقى لما تجي لك مساله بهذه المواريث هكذا، زوج وام واب، لابد ياخذوا على هذا النمط ثلث الباقي. هغير حاجه بسيطه جدا، امسح ده وهعمل ايه؟ وهعمل حاجه اخرى، بدل الاب ده احط جد، واحط جد. غيرت شيء بسيط، وضعت جد بدل الاب. تعال حل مسألة. لو حطيت الجد هنا مثل الأب، ها أنا محتاج هنا زوج وأم وجد. الزوج ياخد كام؟ النصف. والأم تاخد إيه؟ الثلث. هنا الأم تاخد الثلث، ثلث جميع المال. والجد ياخد هنا ايه؟ الجد ياخد هنا ايه؟ يعصب. مسألة من 6-3-1-2-1
هنا بقى ما عملتش ثلث الباقي، وده من المسألة اللي يفارق فيها الجد الأب، لأن المسألة هنا لأن هنا ما فيش جهة متحدة. الجهة المتحدة لما كان في أب وأم، لكن جد بعيد بعيد عن الأم، فلذلك بالإجماع الأم تأخذ ثلث جميع المال في هذه المسألة لو بدل الأب جد، والجد يأخذ الباقي. الجد أخذ إيه؟ نصف الأم. ليس عندنا حرج. ليه؟ الجد ليس في درجة الأم لكن أب. إذن هذه من المواضع التي لا يقوم فيها الجد مقام الأب. الجد بيقوم مقام الأب عند 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 فقد الأب، لكن هناك مواضع مستثنى منها إيه؟ منها المسألتان العمريتان. فالأم في 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 فلو كان في جد بدل أب هنا، أم هتاخد ثلث جميع المال وليس ثلث الباقي. عمر رضي الله عنه اضطر في المسألة العمرية الأولى والثانية لإعطاء أم الثلث الباقي حتى يحافظ على القاعدة العامة في المواريث. أنا لست محتجب هنا، فأعود إلى الأصل العام في هي المواريث والأنصبة التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فيعطي الأم الثلث جميع المال بالإجماع، ليس هناك اختلاف في هذه المسألة. إجماع أهل العلم على أن الأم هتأخذ ثلث جميع المال والباقي للجد. الجد أخذ نصف الأم، ليس عندنا حرج، لأنه ليس في درجة الأم. فهمنا المسألة؟ لو ما فيش زوج الجد يأخذ الباقي كله؟ خلص. فهمنا المسألة؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.